أروح نفهمك كيف تقدر تجوز من هذه الحالة إلى هذه الحالة أو هذه ولا هذه. تبع معايا تفهم بإذن الله. هذه الجمجمة، داخل الجمجمة عندكم الدماغ، تحت الجمجمة عندكم هذه العظمات هذو اللي اسمهم فقرات الرقبة. هذو الفقرات تاع الرقبة هذو كنزومي تشوفوا باللي فيه ثقب بالداخل اللي يجوز منه واحد الخيط صفر، هذاك الخيط الصفر يسموه النخاع الشوكي. الدور تاع النخاع الشوكي هذايا هو انه ينقل السيالة العصبية من الدماغ الى الاعضاء. كي نقول الاعضاء معناتها الرجلين واليدين. مش حاب يقول، حاب يقول انت كي تحب تتحرك، تحب تحرك رجليك ويديك، السيال هذاك يجوز من الدماغ يروح للاعضاء مرورا عبر النخاع الشوكي. واش حاب يقول؟ حاب يقول الى ينقطع النخاع الشوكي هذايا كلي كابل تاع تريسيتي، تريسيتي ما تجوزش، تسمى الحركه ما تكونش صح. دوك نفترضوا انك انت رحت البحر وتشبكت من اون سيغتان اوتور وتشبكت وسبقت راسك، تسمى بيكيت، وهذاك الماء هذاك ماشي غامق وفيه روشيات، والروشي هذاك قاسك للراس، تسمى الشوك هذاك يجي من الفوق للتحت. هذاك الشوك هذاك لازم تعرف بلي ماشي راسك اللي راح ياكله، اللي راح ياكلها هو لامورتيسور، تسمى العظم تاع الرقبه. علاش؟ خاطر الشوك يجوز هكذا ديريكتومون للرقبه، ومع البوا تاعك واش راح يصرى؟ الفقرات هادو العظمات هادو تاع الفقره ما حينش يتحملوا الشوك هذاك تاع البلونجون تاع التشبيكه تاعك. واش راح يصرى؟ راح يصرى سكون ابل اون فراكتور اكلاتمون بالقوريه. اكلاتمون واش حاب يقول بالعربيه؟ حاب يقول انفجار تاع الرقبه، تاع العظمه هذيك فقره الرقبه. كي يصرى انفجار العظم هذاك وين يروح؟ راح يدخل داخل هذاك الثقب اللي هضرت عليه مقبل، داخل الثقب هذاك اللي يجوز منه النخاع الشوكي. وكم هذاك الثقب هذا مغلوق، النخاع الشوكي هذاك راح يتكرازا، راح يصرى ضغط عليه رهيب، معناتها السياله العصبيه تولي ما تجوزش كلي كوبيتو بالمقص. السياله هذيك العصبيه كي ما تجوزش تولي ما تتحركش، تولي تفقد السيطره على رجليك يديك، ما توليش تقدر تتحكم في التبول في الغائط، تولي تعيش بليكوش، تولي تعيش في الفوتوي غولون افي طول حياتك. وهذا المشكل هذا الدواء تاعو ما يفيدش فيه بزاف. وشنو هو الدواء تاعو؟ هي الجراحه، تسمى يروحوا يديروا لك جراحه في اتم الاستعجال. واش يديروا؟ يروحوا يفتحوا هدايا باش يديكومبريميو شويه النخاع الشوكي وينحوا هذيك العظمه هذيك اللي تكون زيار على النخاع الشوكي. بصح العمليه هذه ما تكونش فعاله 100%، كاين بزاف حالات وين ما يعاودوش يسترجعوا الحركه تاعهم ويقعدوا في شلل تام مدى الحياة. الفيديو هذا درتو لي هدف توعوي، خاطش انا داخلين في فصل الصيف، وعلى بالكم في الصيف الشباب تاعنا تحب تروح للبحر، تحب تشبك الروشيات سورتو ابخي الريزولتا تاع الباك. وانا كي خدمت في المستشفى تاع باب الواد راكم على بالكم الشاطئ تاع باب الواد حتى عين بنيان فيهم الروشيات بزاف، كانوا يجونا ليسكانر، ليسكانر على الرقبه باش نشوفوا لهم اسكو كاين كسر ولا لا لا، خاطرش كاين بزاف شباب كانوا يجوهم بصحه وعافيه يتباراليزا بعد البلونجون، كي يتشبك يتباراليزا خلاص، يخرجوه صحابهم من البحر يجيبوه لوبيتال ما باراليزي كاع، وتغيضك شغل تلقاه فريمون شغل 19 سنه 18 سنه 17 سنه تلقاه ما يقدر يتحرك ما والو، وتيغيضك خاطر على بالك باللي في اعظم الاحيان شغل ما يقدرش يريكوبير، يقدر يقعد هكذاك. دونك الواحد ياخذ حذره ويوصي اللي حواليه المحيط تاعو، كسوا اولياء كسوا ابناء كسوا خاوه لي كوزان ولاد حومه، دونك كل واحد يوصي. ومشوا لا فيديو هذه ودعونا بالخير وان شاء الله تاعو من الفائده، والسلام عليكم ورحمه الله.